ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على برج العذراء وتوقعات النص الثاني لشهر يونيو العام 2021. برج العذراء، احنا عندنا النص الثاني مهم جدا، مهم جدا جدا انك تكون شخص مركز، انك تكون واعي لكل تصرفاتك. عندك بعض المشاكل مع الأصدقاء أو بعض الأمور اللي هي فيها نوع من أنواع الاختلاف، شوية مختلفين في رأي، مختلفين في موضوع. خلي بالك كتير من الأشخاص اللي بتحاول تشوه سمعتك أو تعمل أمور جدلية ضدك، أمور جدلية ضدك، أو في نوع من أنواع الغيرة ونوع من أنواع الحسد اللي مش لطيف، وده بيكون نابع من ناحية الأصدقاء أكتر. فلازم تكون واخد بالك يا برج العذراء من النقطة دي. أما بالنسبة للأسبوع بشكل عام، هو أسبوع فيه وضع عاطفي، فيه جدل عاطفي، فيه أمر عاطفي، فيه حاجة ليها علاقة بيه، إن إحنا بنعيد ترتيب النظر في أمر ما، بتحاول إن أنت توصل لأمر معين أو وجهة نظر معينة. عندك جو حلو، بس في نفس الوقت انت ممكن يكون في مشكلة ما بينكم بتحاولوا ان انتوا توصلوا فيها لنقطة حل. بالنسبة لك يا برج العذراء، انت عندك في شراكة، في زواج، في خطوبة، في بداية عاطفية، في تصالح عاطفي، الا ان بالنسبة برضو ليك ان عندك في اشخاص عايزين يوقعوا او يبعدوا الوضع العاطفي ده عنك، او يبعدوا الشريك عنك او شريكتك عنك، فكونوا حريصين من ناحية النقطة دي. ده كمان بسبب ان كوكب المشتري هو المسبب للشراكات والزواج الموجود عندك. المريخ طبعا بيحذرك من السمعه والامور الجدليه واسرارك والحاجات اللي انت مداريها، ولا انا صاحبتي بس هي اللي تعرف عني، لا خلي بالك، لا احسن عندك كتير عارف عنك معلومه، يعني حاجه انت مداريها لا كتير عارفها، وده هيكون شيء صادم جدا ليك على فكره. طيب بالنسبه برضو للامور اللي هي المهنيه، تعالوا نتكلم على جزء افضل. الامور المهنيه طبعا عشان كوكب عطارد، احنا كنا عارفين ان هو في حركه تراجع لحد يوم 21، من بعد كده بيبدا حركه اماميه، فده بيدي ايه او بيعمل ايه؟ ده هيكون عندك ليه تاثيرات قويه جدا جدا، ليها علاقه بالقوه، ليها علاقه بعروض مهنيه، ليها علاقه بسرعه الامور، ليها علاقه بان الجو العام لطيف من الناحيه المهنيه. بعد مشاكل مهنيه، بعد ما انت مش عارف توصل لنقطه معينه او حاسس ان انا بتراجع من الناحيه المهنيه، لا هنبدا بحاله تقدم. في عندك عروض، في عندك انواع كتير من التميز المهني، عندك كتير بيقول لك برافو عليك، عندك ان انت بتثبت نفسك بشكل ايجابي، فالخطوات مهمه جدا بالنسبه لك او بتضيف ليك جدا بالنسبه لك. جو حلو من الناحيه المهنيه، اشخاص داعمه ليك بالفعل، عندك عروض مهمة موجود، عندك ان انت بتحاول تيسر الامور اكتر، او بعد ما انت عندك نوع من انواع الاصرار على فكرة. من بعد يوم واحد في عندك تقدم، في عندك ان انت لا الوضع افضل كتير، في عندك عروض حلوة، في عندك ايجابية. الوضع المهني جيد، جيد جدا ومتميز جدا، ووصول لاشياء كبيرة وتحقيق اسم كبير بالنسبة لك. بالنسبة للأمور المادية، عندك حاجة ليها علاقة بديون أو ليها علاقة بحد بيطالب منك فلوس، يعني حد بيطالب منك فلوس، ممكن يكون ديون، ممكن تكون حاجة كانت ليها علاقة بقسط أو الكلام ده، فأنت مطالب بدفع فلوس. عندك الأمور المادية ميسرة ولا لا؟ لا، عارف فكرة إن اللي بيجي هو قد اللي رايح، الفترة دي هتكون كده شوية، يمكن الأسبوع الأخير يكون أفضل من الناحية المادية أكتر. اما بالنسبه للامور العاطفيه، الامور العاطفيه بالنسبه لنا في شراكه، في زواج، في خطوبه، في اجواء رومانسيه كتير جدا جدا، وده بسبب كوكب المشتري. كمان ان الزهره موجوده في برج السرطان، فده بيديلك نوع من انواع الرومانسيه والحب واللطافه واللذاذه في الامور العاطفيه. للناس اللي مش مرتبطين، عندك ان في حاله جاذبيه رهيبه رهيبه جدا جدا، في جاذبيه سواء ليك او حد منجذب ليك او انت منجذب لحد، في بدايه لموضوع، في عاطفه بتنشا، في خطوبه، في اتمام لموضوع. اما بالنسبه للناس المتجوزين، العلاقه مميزه جدا مع بعض الابراج، ولكن الابراج اللي فيها نوع من انواع الصعوبه، الاسد والعذراء، القوس والعذراء، كمان من الابراج المائيه برج العقرب والعذراء وبرج الحوت. لو السرطان هيبقى رجل السرطان ومرأة العذراء. بالنسبة للأبراج الهوائية برج الجوزاء، بالنسبة للأبراج الترابية اللي زيك برج الثور، فدي أكتر الأبراج اللي فيها نوع من أنواع المشاكل أو الضغط النفسي، ولكن الوضع هيبدأ أنه يتحسن، هيكون أفضل عاطفيا، يعني مش هيكون الخلافات نفس النوع، لا بتبدأ أنها تتحسن. أما بالنسبة للأمور العاطفية للناس المنفصلين، الناس المنفصلين أنتوا
بتقارنوا اتنين ببعض خلال النص التاني قوي، بتقارنوا شخص جديد بالماضي، بتقارنوا شيء، بتقارنوا الوضع الحالي بالوضع اللي فات. فعندك ده الماضي طبعا عايز يرجع لك ولا لا؟ الماضي عايز يرجع لك، الماضي بيراقبك، الماضي بيراقبك، انت متراقب بشكل رهيب جدا على فكرة. احساسك بيقول لك ده، يعني انت حاسس ان انت متراقب، سواء بقى انت متراقب من الشخص القديم، وعلى فكرة انت متراقب من شخص جديد، لان عندك حب جديد، عندك حياة جديدة حتى للناس المنفصلين. عليك انت اللي تختار الاختيار الصحيح، لان كون ان انت تكون محتار ما بين شخصين ايا كان مين هما الشخصين، ده امر سلبي بكل المقاييس. فلازم تكون حريص على ان انت ما تضيعش الاتنين من ايدك، لا اختار اللي يناسبك ويناسب مستقبلك، يناسب بكره، وما تدوروش على الشكل، لان الشكل ده عامل متغير، او الستايل او كل ده عامل متغير. كتير مننا بيبقى بيطور من نفسه، بيطور من شكله، بيطور مش عارف ايه. ففكره التطوير دي جميله، يعني احسن دور على اللي جوه دايما، على اللي جوه الشخص نفسه، ده اللي بيعيش معاك. فدايما دور على النقطه دي. بالنسبه لبرج العذراء، انت في بالك حاجات كتير عايز تعملها، في بالك انك انت عايز تتحدى حد، عايز تنجح في تحدي، عايز ان انت تقوى على نفسك، عايز ان انت تنتصر في امر ما، عايز ان انت تنطلق انطلاقه قويه، عايز ان انت تعيد هيبتك مره تانية. بتفكر كتير ان انت توجع شخص ظلمك، او الشخص اللي هو بيسيء ليك، او الصديق اللي غير محترم بالنسبه لك، اللي خان الصداقه بتاعتك او خان العهد معاك، انت عايز توري له ان انت احسن افضل، انا عادي جدا، انا مش زعلان، انا عادي، انا بعيش حياتي بشكل تلقائي قوي. فانت عايز تعمل ده قوي، عندك حاله اهتمام بنفسك، اهتمام بشكلك، اهتمام بمظهرك، الستايل، طريقه التعامل، عندك ده قوي، عندك ان انت بتعتز بنفسك جدا، عندك ان انت بتطور من نفسك، فعندك كمان ان انت عايز تطور من نفسك من نقطه علميه، يعني بتحاول ان انت تاخد كورس معين، او ان انت بتحاول تبقى ليك ان انت بتؤدي او بتقدم حاجه مهمه لحد. عندك اللي هو انت ممكن تكون يعني بتقدم على حاجه ليها علاقه بكلام مثلا كترينر او الحاجات اللي زي دي. فانت عندك انك بتدي معلومه لحد، عايز توصل للنقطه دي، انك انت كتير يقعد يسمعك، انك انت تتكلم وكتير يسمعك. فانت بتدور على ده جدا، انت عندك دايما بتتخيل حته اللي هو انا قوي، انا حد واو، انا حد مش عارف ايه. فعندك النقطه دي بتحسها كتير، وعلى فكرة دي من روحانياتك، لأن عندك مستقبل جاي، أو في فترة مهمة جدا جاية لك خلال النص التاني أصلا من 2021. بالنسبة للوضع الصحي، كون حريص على الوضع الصحي. ليه؟ لأن عندك بعض المشاكل الصحية خلال النص التاني اللي ممكن نقع فيها، خاصة الأسبوع الأخير. على قد ما الأسبوع الأخير قوي من أمور تانية كتيرة ليها علاقة بالعاطفة، وليها علاقة بحاجات تانية مختلفة، وبالهدوء في الفكر، إلى إن الوضع الصحي مش ألطف حاجة. فخلي بالك دايما من صحتك، خلي بالك دايما من إن أنت وأنت بتظبط جسمك، بتظبط شكلك، إنك أنت تختار الخامات المهمة، أو الأشخاص اللي يكونوا فاهمين في حاجة. حاول تعمل ده. برج العذراء، الوضع بالنسبة لك خلال النص التاني متميز جدا، ايجابي جدا، خطواته مهمة. بعض التحذيرات اللي قلناها نخلي بالنا كتير منها، الخاصة بالسمعة والاصدقاء، لان ده اكتر الحاجات اللي هنتعرض ليها من مشاكل. والامور المادية، حاولوا ان انتوا تكونوا بتصرفوا مصاريفكم، تحسبوها بشكل صحيح. بشكركم جدا، بحبكم كتير، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناة، وتفعيل الجرس. سلام.